بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي درستها في السابق. وهذه العينة عبارة يعني عن نبات ينمو في فصل الشتاء، طبعا قد تصل طول هذا النباتات إلى تقريبا 3 متر، وينمو بنسب كبيرة جدا في محافظة الأحساء مثل ما تلاحظون. وهذا النباتات يعني نبات قد يرجع إلى النباتات الزهرية الضخمة مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العينة عمرها لا يقل عن سنة كاملة محتفظ فيها. طبعا درست هذه العينة واكتشفت فيها أنواع فصائل كثيرة جدا من الفطريات، وفصائل كثيرة أيضا من البكتيريا، وأكيد يوجد فيها أنواع من الفيروسات، لكنها يعني أحتاج إلى مجاهر ضخمة جدا لاكتشاف الفيروسات التي تعيش على العينة. وأيضا ممكن تعيش فيها أنواع كثيرة جدا من الطفيليات المجهرية، بالذات الحشرات، بيض الحشرات ممكن يعيش، أو في فصائل كثيرة جدا تبيض داخل فوق الأنسجة الورقة. وممكن أيضا تعيش فيها أنواع من الديدان المجهرية، وكل فصيلة ممكن تختلف عن الأخرى، كونها يعني في يوجد فصائل كثيرة جدا تعيش على حسب نوع النبات، في فصائل أخرى لا تعيش في النباتات الأخرى، كونها أيضا تحتاج أن تعيش في بيئة خاصة فيها. وطبعا مثل ما تلاحظون يوجد فطر هنا، الفطر الأبيض مثل ما تلاحظون. طبعا هذا الفطر صنعت له مضاد حيوي من الحبة السوداء وعصارة الليمون، ممكن تقتل هذا الفطر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.